الفنان محمد وردي. مع الفنان محمد وردي برنامج خاص بمناسبة العيد نسجله في منزل الفنان وردي، يقدمه لكم عمر الجزلي. سيدات والسادة، نحييكم من منزل الفنان محمد وردي حيث نجري معه هذه المقابلة بمناسبة العيد. أخ محمد، كل سنة وأنت طيب. أهلا أخ عمر، كل سنة وأنت طيب. في الحقيقة سؤالنا لك الأول أو مدخل البرنامج، عاوزين نسألك عن أجمل وأحدث أغنية أو لحن استمعت له في خلال الأسبوع دي. والله في الأول نهني المستمعين بالعيد المبارك، ونتمنى لهم أعياد وأعياد. وندخل في موضوع آخر حاجة سمعتها في الأسبوع الأخير ده، هي استمعت لتوزيع أغنية سودانية قديمة اللي هي أغنية عزة في هواك من الأساتذة الكوريين، فأخذت طابع عالمي يعني من ناحية هارموني وتوزيع آلي وتوزيع أصوات الكورال وكده. فدي أنا عايش مع الأغنية دي في الأيامات دي. جميل. وفي رأيك هل كل الألحان بتقبل التوزيع الكورالي ده؟ يعني الألحان السودانية كلها ممكن تقبل، أيوه، إذا كان في زول اللي بيقدر يوزع. يعني التوزيع طبعا علم قائم بذاته، مش شرط أنه الملحن يكون موزع وكده. فإذا الأغاني وجدت الموزع الكويس ولقت التنفيذ في من الأوركسترا المدربة، ممكن أي أغنية توزع، مش اي حاجة يعني حاجة تستحق التوزيع. طيب دعني نسألك عن اخر الحانك، يعني الاخيرة جدا. والله يا اخي انا عندي مجموعة الحان، بعدين انا ما بلحن اغنية واطلعها وبجي الحن اغنية. جايز اكون مرات اكون شغال في 5-6 اغنيات، زي ما في ناس بيقروا مثلا 7-8 كتب في مرة واحدة. فعندي العادة دي، يعني أكون شغال في أغنية خفيفة وبخطط لأغنية كبيرة وبشتغل في مسرحية حياة بشكل ده. ففي أغنية خفيفة هسا جهزت. طيب قبل ما نسمع الأغنية الخفيفة دي، عاوز أسألك عن موضوع اللحن. في فنانين بيطلعوا اللحن بعد فترة، يعني ما بيسجلوا مثلا للإذاعة إلا بعد مدة طويلة. انت ايه رايك؟ وفي الناحيه الثانيه برضه فنانين اللحن بيعملوا مثلا انتهى منه مثلا في يوم يومين بيجي يسجل طوالي، ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني والله انا من رايي كل ما الفنان يتأنى في التسجيل احسن، بعدين الاغنيه بتاخد جماهيريتها عند الناس، يعني الناس يحفظوها ويستمعوا ليها وكده، بعدين في الشكل النهائي تمشي تسجلها بعد تضع تحسينات كثيرة. أما إذا أنا قمت لحنت أغنية الليلة وتاني يوم مشيت سجلتها للإذاعة، مؤكد ثالث يوم حاندم، لأن بتجيني أفكار جديدة في الأغنية ذاتها. طيب نسمع اللحن الجديد. هي الأغنية اسمها البنات للشاعر، وأنا بسموه شاعر عظيم، هو محمد علي أبو قطاطي من الشعراء لا قديم لا حديث، لكن شاعر ممتاز في رأيي أنا على الأقل. يعني